وزيرة التربية نورية بن غبريط، نتابع في هذا التصريح. كذلك الحراس داخل الأقسام. ألوغ ما بين الحراس صبنا كذلك بعض الحالات، الحراس اللي يفرض على تلميذ باش يمد كيش يقولوا الورقة ديالو لزميل آخر، هذا غلط مهني كبير جدا، ولجنة التأديب غادي تعمل خدمتها في هذا الميدان. دونك لا ليجيرتي افيك لاكيل سارتان سورفيون اجيس كونتريبو ا سو فينومين كي سولي دو لا فرود. على داكشي نطلب من الحراس اللي هما ثلاثة داخل القسم وفي القسم كاين 20 تلميذ باش يقوموا بدورهم بكل مسؤولية، بكل مسؤولية. وكي نقولوا هاد الشيء يعني ماشي واحد قال شفني وراني ندير الخير وسمعناها هاد الهضرة. رحنا في امتحان عندنا ان بروتوكول اي شاكان دو ريسبكتي لو بروتوكول. رحنا في دولة القانون وفي هذا الميدان كل واحد من الموظفين والمترشحين والمسؤولين عندهم طريقة اللي لابد يحترموها. ونطلب كذلك من الأولياء باش يهدنوا ولادهم وما يمدوا لهمش هادو لي بورتابل باسكو غادي يخلص مقابل قوي جدا. Donc s'ils veulent protéger leurs enfants, s'ils veulent protéger leurs enfants, que les parents prennent des précautions. Ou ساعدوهم باش ما يشجعوهمش في الغش. Parce que, نزيد لك, اليوم الصباح سمعنا ورحنا نعملو في البحث أن راه تلميذ داخل القسم والأولياء ديالو على برا بلوتوت. هذا مجتمع وين وصلنا؟ نو من بعد كي يكمل الامتحان كل شيء غادي نعطي لكم. موا جو تيان لو لونغاج دو لا فيريتي. راه عندنا تاع النهار الاول 61 ورحنا نقوموا يوميا بالعدد تاع هاد المقصيين، ما نقولش الغيابات. فوالا القبض على مترشحين احرار نشروا المواضيع عبر الفيسبوك. تتفي راهم في يد رجال الامن الان. مترشحين احرار كانوا داخل الاقسام وعملنا تحقيق، والمترشح كذلك اعترف ومضى على التقرير. والشيء اللي لا ما يشقاش الولايه ما تهمش، ما غاديش انا يعني نعطي طابع الولايه، سي با ان بروبليم. فوالا سي بون ميرسي بوكو. ميرسي، شكرا.